اليوم بصيرني استضيف معي شخص تعرفت عليه مؤخرا، بس فعلا صرت احس حالي انه كثير اصحاب انا وياه، لانه حبيت شغله كثير وكثير احترمت الشغل اللي عم يشتغل عليه. مؤخرا كانت من اول تجاربي اللي تعرفت عليها انا بشغله هي فيلم الغلط اللي صار مؤخرا، وكان باخراج سيف الشيخ نجيب، مخرج كثير فعلا شغله رائع، اللي هو مخرج مصطفى البرقاوي. مصطفى صباح الخير. صباح النور واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. اهلا وسهلا. فعلا يعني انا بس حضرت فيلم بالغلط كنت كل الوقت قاعده عم ركز على المشاهد اللي انت اشتغلت عليها، وبس ظهرت اول شيء قريت بالكريدتس بالاند كريدتس انه انت اللي شغلهم، وبكت بعد بعرف مين. نحن بنسمع اسم سامر خيك البرقاوي المخرج لانه بنسمع من المسلسلات التلفزيونيه، بس كنت حابه اتعرف اكثر واحكي بالتفصيل معك عن عملك كمخرج في اف اكس، لانه كنت عم بتطلع عم بقول مين هالشخص اللي عامل هيدا الشخصيه. هالثلاث اشخاص اللي انا استضفته وقت ميرنا مكرزل وشفتك كيف لعبت ثلاث شخصيات بطريقه رائعه وبطريقه فعلا فكروا كثير ناس انه هي ثلاث اشخاص مش شخص واحد. تمام تمام. هلا بصراحه هو هي اكيد هي تشالنجي انه الواحد يعمل دوبليكيشن ل لثلاث شخصيات ويعمليا شخصيه واحده. طبعا كان لسه في ادفانس بالفيلم باحد المشاهد انه تم تحريك الكاميرا رغم انه يعني تكررت الشخصيه. ففي باحد المشاهد كان فعلا هذا تحدي والحمد لله كان ناجح. لا لما بنشوفها حتى في مره بتجي على الطاوله كمان ميرنا بيكونوا هن باقيين حواليها، يعني في بنشوفها عم تتحرك مش بس قاعده بمكان واحد. هي طبعا هي بصراحه هي مجموعه عوامل بدها تنضبط، من يعني بده يكون في عنده سينك الممثل يقدر يزمن مثلا كيف امتى يسلم الكاركتر اللي بده يحكي معه ويرجع يستلم منه رياكشناته على جملة اللي عم بيحكي، وضبط السيت يعني اي تغير مثلا اذا كرسي يتحرك بطريقه يعني اوفر شوي بيصير في احيانا مشاكل بتنفيذ اللقطه. صح. ففي ضبط للسيت اب، ضبط للاضاءه وضبط للاكتنج، وطبعا بعدها بقى بيجي موضوع الفيجوال افكتس وكيف بينعمل التكرار وضبط الشخصيات مع بعضها للفينيشنج. اكيد خاصه لانه كل شخصيه يعني بتصورها كليا، بتصور كل مشاهدها، يعني ما هيك بتعمل ميرنا الميك اب بتصورها بكل المشاهد تبعولها بخلال الفيلم، ترجع تنتقل للشخصيه الثانيه ولا الشخصيه الثالثه، يعني كل واحده لحالها. تقريبا بين كل كاركتر وكاركتر معدل ساعه ونص انتظار بس تغيير ميك اب، وطبعا كان في للجدة يمكن تصوروا يعني مش بفترة طويلة ما هيك كمان هالشخصيات الثلاثة، يعني هو بين كل شخصية وشخصية في ساعتين. وبعدين على على كم يوم استمر التصوير؟ هو كان يومين. ايه ما هو كان قصير الوقت. ايه يعني انضبطوا خلال يومين تماما مشاهد، لانه في مشاركة يعني مهمة بهالكاركتير، يعني يعني ثلاث شخصيات، يعني والدته وسته وخالته وهلكين له بدنه اذا فينا نقول لمهر حداد الممثل الكوميدي اللي كان كثير مهضوم بهالشخصيه، اللي عايش ثلاث ضغوطات من ثلاث نساء مش بس وحده. يعني صار يحلم بميرنا انا بقول بعدين بالليل. كمان هون رح نشوف كمان شغل مصطفى، كمان نحن عم نحكي رح نشوفه هيك كمان رشز قدامنا. اعمالك السينمائيه كنا عم نشوفها نحن مؤخرا بهالعمل، انما انت صار لك زمان بتشتغل على اعمال تلفزيونيه وكليبات وغيرها من الامور باخراج الفي اف اكس اللي هو مش كثير موجود يعني بعالمنا العربي، وهون انا كمان اللي حبيت ركز عليه، مشان هيك قلت لك وقتها بدي خصص حلقه، رحت وقتها تحركشت فيك وتعرفت عليك وقلت لك بدنا نعمل حلقه خاصه. كثير بيسرني هالشيء، وهذا الشيء فعلا انا لانه بس اشوف شيء يعني لازم يتقدر بحب سلط الضوء عليه. هيدا العمل اللي عم تشتغلي عليه بالمسلسلات الثانيه كيف كان؟ أوكي. هلا طبعا بداية فينا نقول بالخمس سنين او السبع سنين الاخيرة المسافة ما بين التلفزيون والسينما عم تقرب وتتقارب. يعني كان بالسابق كاميرا التلفزيونية هي الماجازين اللي هي عبارة عن الفيلم وبيتحمض بشكل كيميائي. نعم. والكاميرا التلفزيونية هي نظام الشريط. نعم. التلفزيوني والممغنط غير نوعية والممغنط تماما. نعم. وبالتالي الفورمات اللي بتطلع من السينما مختلفة كتير عن الفورمات اللي بتطلع بالتلفزيون بالكواليتي وبالحجم وبالدبث والدايناميك رينج كتير. نعم. قصص. صح. طبعا بالفترة الأخيرة نحن بالتلفزيون عم نستخدم نفس الكاميرات تماما اللي تستخدم ب الافلام السينمائيه العالميه. نعم. هي طبعا هن نحن خلينا نقول المين
الكاميراز اللي بنحكي عليه هون هن شركة آري أليكسا والريد إبيك. نعم. أو الريد بشكل عام. فالكاميرات هدول عم يستخدموا بأفلام السينما وكمان عم يستخدموا بالمسلسل التلفزيوني. نعم. وبالتالي صفى بقى البرودكشن هو ممكن يروح فعلا يصل بالحاله التلفزيونيه لشيء مقارب تماما بالسينما للسينما. وفعلا يعني هلا بالفتره الاخيره نحن الشكل البرودكشن بالمسلسلات اللي عم بيصير مؤخرا خاصه اللي انا عم بشتغل فيه هو نعم. كثير قريب خليني اقول كفريق عمل كصوره بشكل عام نعم. كيف عم تكون وكحتى كطريقه تصوير وتحضير وعلى الارض تماما نعم. كاليه شغل كيف تتحضر بالبلوكات الارت دايركشن الستايلست كل هي التفاصيل فعلا هي اقرب للحاله السينمائيه صارت وفعلا المسافه كل ما عم تضيق يوم بعد يوم. طب كمان هلا هون شفنا بالسينما كان يومين التصوير انما المسلسل لانه حلقات كثيره واختلاف مشاهد وغير اماكن وممثلين وكل هيدا الشيء قديش كمان بيطلب منك عمل خلال التصوير حيلا مسلسل اذا كنا عم نقول مثلا 30 حلقه لانه معظم المسلسلات هيك صارت تمام. اكيد الا لما بتمتد للحلقات الطويله كثير بتصير تختلف القصه بس تمام. كمان بالنسبه للتصوير وبالنسبه للبوست برودكشن اللي هي كمان الثقل الكبير عليك. اوكي هلا بما يتعلق بالشغل بالمسلسل هلا هو عمليا بيتم الاتفاق مع المخرج انه مثلا في عنا مجموعه من المشاهد نحن بنقول لهم الماستر سين او الفي اف اكس سين نعم واللي بتطلب فعلا طبعا بيتطلب انه وجود فريق الفي اف اكس اون سيت خلينا نقول ضبط بعض الشروط اللي احنا نقول اللايرز او نعم. الشوتس اللي مفروض تتاخد صح لحتى نحن نطلع بلقطة صح بالأخير نعم. نعم. فبيتم الاتفاق مسبقا أنه نحن بالفترة هاي حيتم تصوير مشهد مثلا يعني كيف مثلا إذا بنعطي مشاهد مثلا من المسلسلات إيه؟ يعني مثلا مشهد انفجار تنفذ نعم. بالهيبة برمضان نعم. هو المسلسل اللي أخذ ضجة كتير كبيرة كمان بالفترة تمام. الأخيرة مثلا هذا بيتطلب أنه مثلا يكون حدا من الفي اف اكس موجود طبعا انتم بتعرفوا اكيد الانفجار اللي من هالنوع ممكن اذا بده ينعمل بشكله الطبيعي نعم. مشاكل يعني بدها تصير وان شاء الله بس بيصير على المسلسلات مش باخبار مش بنشرات الاخبار تمام فلذلك نحن من يعني فيش خلقهم قد ما بدهم بالمسلسلات نحن بنعمل اللايرز تبع الانفجار نعم. لحاله بدون اي وجود اي اشخاص او حتى اليمنتس قريبه يعني نعم. بعدين كله بيكون على الكمبيوتر ايه هي اللاير الاولى بعدين نعم. بقى بنبلش مثلا ناخذ لايرز مثلا انه ممكن نضيف سياره وينعمل لها حركه تتاثر بضغط الانفجار ممكن ينحطوا اشخاص بدون ما يكون في ولا شيء نعم. بيعملوا حركات طبعا لاحقا هذا كله بيتم طبقه يعني فوق طبقه مثل ما قلت عمليه المات بينتينج يعني انه بتنجاب طبقه الانفجار نعم. بعدين بتتنزل الكاركترات والعناصر وطبعا هذا بيتبعه كثير كلرينج يعني انه لحتى مثلا ممكن اللحظه اللي اتاخد فيها لاير تبع الاكسبلوجن ما تكون الشمس فيها مثل اللحظه اللي اتاخد فيها مثلا الكاركتر او نعم. مثل السيارات فهذا كله بحاجه لعمليات ضبط لحتى انت فعلا وقت تشوفي بتقولي هي لاير واحده وفعلا نعم. تتصدق نعم. طبعا هو دائما الغايه بشغل الفي اف اكس هو انه المشاهد ما يحس انه في في اف اكس نعم صحيح هذا الشيء الاساسي يعني انا عم بقول لك عم بحضر كنت الفيلم عم بفتش يعني عم بقول انه ما معقول كيف ركبوا لانه في اوقات كثير بتحسهم قراب من بعضهم صح. وفي حركه صح. وبتشوف اوقات مرايات حتى كانه مزبوط. بتقول هي كيف ركبت هون ما معقول كيف راكبين مزبوط على بعضهم وهذا الشيء فعلا هيك اللي بكبر لنا قلبنا يعني مسلسلاتك انعرضت على معظم الشاشات اللبنانيه والعربيه كمان اذا بنذكر البعض منهم كمان وكل شغل مثلا شو كان في ابرز الامور اللي انعملت مثلا ببعض المسلسلات هلا مثلا بلعبه الموت كان في مشهد الحادث نعم. طبعا كمان كان في مشهد في سياره البطل اللي بدها تطلع بتنزل بالوادي نعم. طبعا اكيد بهي الحاله لاسباب انتاجيه انه يعني ممكن يعملوا 10 سيارات لتظبط واحدة وهذا بجوز يكلف لأنه بدها تكون بزاوية معينة والكاميرا بمكان معين فعملية
ضبط هي القصة هو عملية كتير معقدة. كيف تنعمل مثلا يعني؟ فهي كانت مثلا 3D كار مثلا هي واتاخدت لايف الوادي وكانت من فوق 3D هي اللي 3D تماما على الوادي تماما. نعم. مثلا بمسلسل لو عملنا شيء خليني اسميه الهولو وومن، يعني كان دائما البطل هو عم بوقت بيلف بده يكتشف انه الشخصية فاضيه واذا بتكون هي مجوفه. طبعا هون لبسنا الاكترز، هيك وقتها كانت نادين نجيم جرين سكرين دريس يعني، وتم طبعا كين يعني نحفر ونضاف لايرز دايناميك لحركه القماش لانه هي حاطه شال. وفعلا كل ما بلفها بيكون في هولو في تجويف معين. هلا هون وهذا الشيء ما بيشوفوه هي يعني شخصيه كامله مجسم كامل. وكمان هون انا بوجه تحيه للممثله الكبيره اللي عن جد فعلا يعني مع انه هي صغيره بالعمر بس صارت فعلا عم تثبت سنه بعد سنه قديش هي شاطره بالتمثيل وعندها القدره الكبيره. كمان نادين نسيب نجيب انا بسميها ان نادين نسيب نجيم لانه فعلا عم تعطي ادوارها بشكل رائع. كمان غير كاركترات هلا مثلا في بتشيلو اللي هلا عم نشوفه انعمل تشالنج كثير مهم بانه مكتب البطل تيمور واللي هو عنده سلطه وعنده جاه والى اخره كانت اطلالته على جنينه خلينا نقول بالواقع يعني. فنعمل جرين سكرين او بلو سكرين سيت اب مثل ما عم نشوف يكون جرين او بلو يعني ممكن يكون. هلا بنحكي هلا بقول لك شو الفرق. تم خلق مشهد تمام فيو لبيروت. كمان طلعنا على احد المباني العاليه اللي لها اطلاله مناسبه وتم اخذ عده ازمنه يعني بالليلي بالنهار باوقات مختلفه وبعده زوايا بحيث يكون عندنا مكتبه كامله لكل البلوك بكل حالاته. وفعلا اكيد تم بالبلوك رئيسي يعني تم تغيير الباك جراوند كان هذا تشالنج كثير مهم. اكيد هذا الشيء فعلا ملفت وهذا الشيء من اكيد بنحييك عليه ويعطيك الف عافيه. كمان كنت عم تقول انه في فرق بسيط يعني كمان بين الجرين والبلو بس ما رح نقدر نفسر بعد اكثر لانه وقتنا خلص مصطفى. اهلا وسهلا فيك بس اكيد برجع بهمني نعمل لقاءات كمان اكثر واكثر بهذا الموضوع لحتى نتعرف فعلا على كل هالامور خاصه نحن عشاق السينما اللي بنعشقها بس نشوفها وبنشوف كل التفاصيل اللي فيها بنحب نعرف كل ديتيل كيف انعمل بالضبط. اهلا وسهلا فيك مصطفى واكيد بانتظار اعمالك الجايه كمان ان شاء الله. رح نتابع بعض لحظات وننتقل لعند الشيف ورشه ملح.